أنت متى تعرف قيمة الصحة؟ إذا أصابك المرض تعرف أنت فعلاً كنت في عافية. إذا أتتك ليلة من الليالي ولم تستطع النوم عرفت ما قيمة النوم. أصابك مرض وجعلك لا تنام الليل كله تعرف ما قيمة المرض. أحياناً عصب في السن ما تنام ليلك كله وأنت أصلاً ما تعرف قيمة هذا السن وترى يعني ما هو مهم. الشاهد أنك متى تعرف الخير الذي أنت فيه؟ إذا عرفت الشر. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إذا قضية البدعة خطيرة جدا. بعض الناس يقول يا أخي حتى لو كانت بدعة يعني فيها خلاف فيها كذا فيها يهونها. القضية خطيرة لدرجة أنك ما تتصور أنت ما هو خطر البدعة. أنت لو نظرت في خطر البدعة ما قلت هذا الكلام. إذا تجد كلام السلف أحيانا يقول لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه ولا إلى آخره، وإن صاحب المعصية خير منه. لماذا يقولون كل هذا الكلام؟ لأنهم يعرفون عاقبة البدعة ما هي. عاقبة البدعة ما هي؟ في ذلك يحذرون من البدع. لكن الإنسان الجاهلي ما يعرف ما هي عاقبة البدع، يعرف أن السنة زينة ويعرف السنة وكذا لكن ما يعرف عاقبة البدع، كيف سيحذر منها وكيف سيجتنبها وكيف سيحذر الناس منها الذين هم حوله؟ تجد حماسه قليل لأن الموضوع يعني ما هو كبير للدرجة هذه. فذاك معرفة الخير بتفاصيله ومعرفة الشر بتفاصيله تجعل الإنسان يحذر من هذه الأمور.